بعد أن ولد بوجهين، قال الناس إنه يجب أن يقتل، وهذا ما حصل له بعد 13 عاما. السلام عليكم متابعينا الأعزاء. نحيطكم علما أنه بفضل الله وبفضلكم استطعنا إنشاء قناتنا الثانية التي تتضمن جميع الاختراعات والتكنولوجيا الحديثة والعلوم. وحتى نستطيع أن نمتعكم ونأتيكم بالجديد كل يوم، نرجو منكم الاشتراك في قناتنا الثانية تجارب واختراعات اثنان، رابط القناة أسفل الفيديو، ونشكركم على دعمكم. عندما ولد تريس جونسون لم يعطيه الأطباء أي احتمال بأن يبقى على قيد الحياة، فقد ولد الصبي الصغير مصابا بمرض نادر جدا شوه وجهه وهدد حياته بالخطر. تروي أمه اليوم قصته. براندي وجوش جونسون من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة كان ينتظران بفارغ الصبر وصول مولودهما الثالث الذي اختار له اسم تريس، لكن عند الولادة عرف الأبوان السعيدان فورا أن شيئا ما ليس على ما يرام، وجاء تشخيص الأطباء ليغرقهما في العذاب. ولد تريس مع عظام وجه وجمجمة مزدوجة، مما جعل وجهه مشوها بالكامل. عيناه مبتعدتان لدرجة أنها تمنحه رؤية محيطية، ومنخاره منقسمان بطريقة تجعلنا نعتقد أن الرضيع لديه وجهان. قبل تريس سجلت في العالم 36 حالة فقط لأطفال مولودين بوجهين، وكلهم ماتوا. لهذا السبب لم يرغب الأطباء في أن يعطوا آمالا كاذبة للأهل. كان تشوه الجمجمة يمارس ضغطا على دماغ تريس، وهذا ما يؤثر أيضا على قدراته العقلية. وقال الأطباء للأهل إنه حتى لو عاش الولد بمعجزة فهو ليس بوارد أن يتكلم أو أن يمشي، لكن الولد بقى على قيد الحياة. ويأمل الأهل بما أن الأطباء أخطأوا هنا فهم قد يخطئون في هذه النقطة أيضا. لسوء الحظ ليس كل الناس من نفس رأي براندي وجوش. العديد من الأشخاص اعتقدوا أنه من الأفضل ترك الطفل يموت لأنه يجب ألا يعيش مع هذا التشوه. ولحسن حظ تريس أن أهله لم يكترثوا لأحكام أشخاص بدون قلب. مع مرور السنوات اكتشفوا أن تريس مصابا أيضا بالصرع. هناك أيام يتعرض فيها تريس لـ400 نوبة صرع، والأسوأ أن الأطباء لا يعرفون كيف يعالجون حالته. قرر الأهل عندها أن يقوموا بأبحاثهم الخاصة، ووجدوا عندها شيئا لم يكترث له الأطباء، اكتشاف سيغير حياة تريس بشكل كامل، إنه زيت القنب. بفضل هذا الزيت تحسنت صحة الولد بسرعة. وتشرح أم تريس قائلة: لقد قمت بأبحاث كثيرة، ومنذ الأسبوع الأول للاستخدام انخفضت نوباته من 400 إلى 40 في اليوم. لقد تحسن بشكل كبير على الصعيد العقلي وتضاعف طوله، كان يزن أقل من 18 كيلوغرام، والآن يزن أكثر من 34 ويكتسب كل يوم قوة أكثر، ودماغه يتطور أكثر بكثير أيضا. إنه أفضل حل أخذته. رغم التشخيص المتشائم أفشل تريس حقا كل التوقعات، واحتفل للتو بعيد ميلاده 13. تروي براندي: أن يعيش تريس حتى عمر 13 عاما فإنها معجزة، لأنه أمضى كل سنواته يكافح ليعيش. لا أستطيع أن أقول عدد المرات التي كرروا علينا فيها أنه لن يعيش، وها هو اليوم مراهق. نحن سنتجاهل من الآن فصاعدا توقعات ونصائح الأطباء ونعيش كل يوم بيومه. لا نستطيع إلا أن نعجب بقدرة براندي وجوش وتريس على أن يرفضوا أن يفقدوا الأمل ويعيشوا حياتهم معا رغم كل الصعوبات والعوائق التي تقف أمامهم. تريس محارب حقيقي، وعائلته تبرهن لنا كلنا أن الأمل يصنع المعجزات.